لا ده 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 ما هسي ده موضوع هما النسوان ثلاثة في مرة جابوه بأطفال ما بدي ركز في موضوع بتاع الأطفال وفي مرة جابوه لم شمل يعني زوجتها جديدة جبتها ده كله برضه في خلاف ده الراجع الخلاف ده كله وفي مرة تفضل ايوه اتكلم اي في مرة قلت لك لموه لم شمل وفي مرة اتزوجوها جابوها كويس يعني في مره جاب هنا المعسكر كده اسره وحصل خلاف هنا وفي مره كان انت متزوجها خليتها في السودان قطعت البحر جيت عملت لها لم شمل برضه في خلاف وفي مره انت اتزوجتها كان بالتواصل الاجتماعي لو بتعرفها من السودان برضه حصل خلاف يا جماعه الخلاف ده كتير كده عشان كده حاولنا نطلع لايف تفضل يلا احمد انا اوريك يعني ده شغلة البرنامج بس يعني نفس البرنامج الزمان اللي كنا دارين في السودان بشوفها الواحد بيعلي مرته وبيطلع بيمشي يعني بيطلع بيمشي يفقد ما يفقد ما يفقد بعد شوية تكون بيناته حسابات والحسابات بينقص بعد شوية شنو يعني هو كان بحكي له الحاصل بالضبط كده يعني ما كل ما, ما ما لا ما هو الخلافات هنا اكثر من ثلاثه خلاف في خلاف بتاعت خيانه زي ما قالت اخوتنا وده منبوس ومرفوض ونحن ما دايرينه وفي خلاف بتاعت اطفال بتاعت جروش وده برضه موضوع بسيط جدا ما بيحتاج طلاق ولا بيحتاج خلاف وفي موضوع الموضوع الخطير بتاعت المرض اتزوجوه وجابوه من هناك شفت البنايه السقنبوطه اللي جابوها هنا دي هذه المشكله هنا دي فيها اما الموضوع بتاع الاسره ده بيتحلى كويس من خلال الله ده ممكن يتحلى عادي جدا نورمال والله العظيم الراجل والدرجان اصله ما بيحتاج لخلاف كثير ده موضوع ده برضه بيتحلى وموضوع بتاع موضوع بتاع الخيانه دي برضه اي دول يا جماعه والله دي مرتك قدامك الحمد لله رب العالمين دي بتكفي دي برضه بينتهي لكن موضوع ولما طرحناه برضه ما بينتهي وموضوع بتاع البنيه الصغيرون اللي جابوها هنا اتزوجوها جديده جابوه وزول تيب وشقة ونام في مهم ودقوه في ليبيا وقطع البحر واتبشر واخد ورق بعد كم سنة وعمل لها لم شمل وتيب ورسل لها مصاريف وجابها هنا وقابلوه في المطار ومدلها الورود والزهور وجاب الناس وأكلت وشربت وبتاع وقعدت زي سنة وقالت أنا ما دايرة هذا الكارثة عندها ها؟ هي عندها عندها حق ترفض؟ لأن عندها حق أنت قاعد هنا 4 سنة ولا 5 سنة وهي قاعدة هناك تحلل بنات بقيكم عندك 4 سنة ولا 5 سنة أنت ما درستها كويس إذا وجدتك بالتليفون وجدت هنا وما قدرت تفهمها ده المشكلة يا أحمد بصراحة كده ده المشكلة هنا ده بالنسبة للمرأة طبعا هاي ده برضه دير فهم هنا في الموضوع ده عشان الناس يقدر ايوه يقدر لا انت شايف المرأة اللي بيتزوجوها بيجيبوها هنا في اوروبا لحظه واحده المرأة اللي بيتزوجوها بيجيبوها صغيرونه بيجيبوها في اوروبا وفي النهايه تختلف مع زوجها انت تعرف سبب الخلاف شنو؟ والله سبب الخلاف بكون هو الله جوا البيت ومشيت ولا انه اختلافات يعني اختلاف من الراجل ما من المرأة انا متاكد منها الاختلاف من الراجل في شنو مثلا ما احنا قلنا المرأة جابوها من المعسكر واحدة واحدة حبيبي قلنا المرأة جابوها في المعسكر عند أطفال اختلفوا في موضوع بتاع أطفال وكده وكده قلنا المرأة اللي خلوه في السودان جابوها المهم برضو موضوع بتاع خيانة ده برضو انتهينا منها الموضوع ده برضو قفلنا بابه لكن المرأة جابوها دايرين نعرف السبب بتاع هي جابوها جديدة وعرسوها 6 شهور ما عندها وقالت أنا الراجل ده ما فيه. يبقى الخلاف في شنو هنا مثلا؟ هي لا عندها طفل عشان يختلف ولا هي شغاله عشان ولا عندها لغه ذاته عشان تقدر تشتغل في نفس الوقت. الخلاف في شنو؟ لا عندها زول بحبها، الزول اللي زوايا حل مشكله. واحد ده مثلا حل عندها زول. لان هي جديده وما بتعرف اي حاجه، هي بتعرف رايها المتزوجه. وقد يكون في اختلافات هنا معناتها هي عندها زول طبعا طيب رسالتك وصلت اطلع لي انت من هناك لانه الصوره حقك اختفت هنا اطلع من هناك ما في محل انا اطلع وجهه نظرك طبعا تحياتي اطلع من هنا تحياتي بس لانه الصوره اختفت اوكي
برضو انا داير اخذ اراء الناس كده، وهم برضو اخواتنا قاعدين يشوفوا بيشوفوا، وانا بين البصله وبشرتها، لكن بس دايرين نشوف الحلول يعني مع الشغله دي كثرت. مرحبا بك. احنا السلام عليك. حبابك والله. وعليك السلام. انا معلش في شغل ودار ما اخذ مشكلة، كاميرا ما وكذا. مشكلة، عادي عادي، تفضل تفضل. اي بس في بال الليله طرحت انت يعني كلام جميل جدا، فانا داير اقول يعني اخوتنا طبعا جبال اتكلمت وكذا، فالسبب الوحيد اكثر حاجه الاخطاء اللي بتجي من الرجال يعني عموما. ان احنا يعني تاريخنا الجاي ده ان احنا مرضى عندنا بس كأعلى في البيت يعني تتزوج تولد تولد لغايه ما تودي تقتله تخلوه، بس ده الحاجه عندنا. لكن مرأة كشريك حياه ان احنا والله حياه بتاعنا يعني حياه ناقصه شديد جدا. فالسبب الوحيد انا كرأي شخصي انا بشوفه ان احنا كرجال عندنا اخطاء كثيره جدا، من المفترض ان احنا المرأة دي يعني نجعلها كأم وكأخت وكزوجه واي حاجه. يعني مرة ده نحن ما قادرين ندوها حقها. على سبيل المثال انا طبعا انسان متزوج وكده، فكنت برا ومشيت السودان، فيوم من الايام المرة قاعدة تطبخ والجنايه قاعد بكورك وانا قاعد ساكت برا راقد في السرير، فخشيت جوا لقيت هي قاعدة تطبخ وقاعدة تقطع البصل، البصل طبعا السخن شديد، والجنايه ده خشلوه ولا البصل ده في عيونه قاعد بيبكي. شلت الجنايه قلت مركت برا لقيته اصحابي جايبين، قال لي في واحد منهم قال لي يا اخي انت جنى ده شلت بره ماله؟ قلت له يا اخي جنى ده مع امه قاعده تطبخ وقاعد بس عشان كده. قال لي نوريك كلام، قال لي اول مره ده تشيل منه جنى ان شاء الله جنى ده تتمرمخ تقع في التراب زي ده، تعلمه ادب شين. فانا قلت سبحان الله يعني لا، ما الطفل ده، الطفل ده ما مشترك زي ما قالوا، ما بينك وبينها طبعا، ولدك وولدها، بنتك وبنتها، ها؟ اي برضه المفاهيم دي لازم تتغير يا جماعه. ده انا حصل فضي يا احمد والله قاعد نحكي لك يعني ده انا حصل فضي. اي لا، انا ما حاسس طالع فكره بانه في اخطاء من الطرفين، يعني انا الليله يعني اخطاء من الطرفين، وبرضه انا محتاج لاخواتنا برضه يجوا هنا في اللايف، ما يقعدوا الواحدة تفتح قدومها تشاهدني هنا ساكت، حتى باللغة الأم برضه مفتوحة. كويس؟ كده أنا دايرهم برضه يجوا يتكلموا. وأنا أشكرك جدا، تحياتنا وندخل أكبر فعندي كمية. نقطتين، عندي نقطتين تفضل عليك الله لو سمحت. تفضل تفضل. النقطة الثانية يا جماعة، ان احنا الناس اللي بيتزوجوا بيجيبوا الوين في اوروبا وحاجة بالشكل ده، فبرضه قبل اليوم ان احنا حصل لنا في مشكلة هنا في امريكا، يعني في مرة كبيرة المهم جابوها من معسكرة الطشات، المهم حصل إشكالية فهم جداد وحصل إشكالية، فنحن مشينا قعدنا معهم، فالإشكالية بتاعهم المرة قاعدة تراها، قال له الراجل ده قال اتزوج 3 مرة عنده فأنا الثالث، فهي كبيرة، قال لي أنا عندي 7 سنة، الراجل ده قال يوم ما جاني في البيت، ولما بدأ الإجراءات طبعا الإجراءات الأوروبية المجتمع الدولي بيشوف المرة الأول بس، فجابها مع المرأة الأول، فهنا أكلوا الجدات يومين 3 شوية كده، الراجل ده شم حاجة في جسمه هنا داري يخش عليه وكده، المرأة قام رفضت عملوا مشكلة. لما مشينا قالت لك يا أخي أنا عندي هناك 7 سنة يوم ما اشتغل به نجي هنا الليلة يجيني، عشان كده قال رفضته كده. فنحن هنا نقول شنو إلا جرينا الراجل غلطناه وقلنا له يا أخي لازم تردي تصفله حاجة، فانت هنا غلطان يعني 7 سنة انت ما مشيت لهم وكده، الليله تجي هنا تخش لا مره اذا عندها هنا حق. فهنا في اخطاء يعني اخطاء انا نشوف من الرجال. والنقطه الثانيه دار نوضحه، لما الناس يسافروا يجوا في اوروبا هنا يعني الراجل بيشوف نفسه زي في السودان هناك، يعني اي حاجه هو مسيطر، الام ده ام والاهل ده اهل، يعني المراه قاعده بعيال في البيت الراجل يمشي يشتغل ويجي المصاريف راجل يرسل أمه فقط، لكن أم المرأة ده ما يدو حاجة عشان يرسل. فهنا المرأة تشعر أنه بالنقص لأن هي جات في أوروبا وناس أمها وأبوها برضه منتظرين من بناياتهم دايرين حاجة يساعدهم وكده، وهي عارفة الظروف هناك. لما في الحتة دي بتحصل الإشكالية. فده برضه أنا بشوفه يعني أم ده أم، من المفترض المرأة لو ما شغالة تحياتنا طبعاً، الفرص قليلة. تحياتنا، الفكرة وصلت. أوكي شكراً. تحياتنا. تسلم، الفرص. في واحد دعوة من ألمانيا. طيب أنا
قاعد هنا برسل قروش لأمي ولزوجتي في السودان. زوجتي طبعا قاعدة مع ناس أمها. طيب لو ده ادي نسيبتي بديها، ولو اديت زوجتي بياكلوا مع نسيبتي سوا، فانا بيعتبر امي امي امه وامه امي، ما فيش مشكله. لكن انا شخصيا لو جيت، انا هسي قاعد هنا ورديجه هي قاعده معي هنا، فمثلا يعني مثلا في الموضوع بتاع الفلوس، نحكه شويه يا جماعه الجرح شويه كده. موضوع مثلا انا عندي طفلين او ثلاثه اطفال، المنظمه بتديني مساعدات، خلاص انا بقيت طماع. مثلا انا داير حق اولادي داير احطهم في جيبي، بقيت طماع يعني يا جماعه في الموضوع شويه، بقيت انا طماع صح؟ بقول لا مش حاجه، انت جيبي نص وانا كمان من شغلي بجيب نص، ونملأ الثلاجة حقتنا وناكله ونشربه، والباقي القروش الفضل شيلي واكسب ولاداته. فاهم ولا ما فاهم؟ انت يا اختي عندك اربع خمس ولادات، القروش دي كلها بتاع المساعدات بشيلي، وانا ما محتاجين، انا بشتغل. لكن المطبخ ده انت جيبي وانا نجيب. ها؟ نجيب الحاجات وناكله. وبعد ذلك انت دايره ترسل جزء من اللي احرق رسل لهم، خلي ياكلوا بامي مع امي. لا الاولاد اكسين، الاولاد انا مسؤوليتي معهم، بدهم بتاع الكسابي انا ريحوني. حبابي حبابي يا عسل حبابي، يعني انت اكلوا منه، تشاركي معي في اللكن. وبعد ذلك تكسي الاولاد وتشيل الباقي وترسل لاهلك. ولو انا عندي مشروع معاه خلاص، ولو هي اشتغلت، اسمع الليب ده كويس، لو اشتغلت صح، واولادنا شويه كبار بقدر اقعد في البيت براهم او في الروضه وباجي او في المدرسه، لو اشتغلت بعد انا بعمل مشروع معاه. لو اشتغلت انت تجيبي 500 وانا اجيب 500، نلم الالف ده، الالف ده الف 2000 10000، بعد ده شنو؟ نشتري بيه بيوت، نشتري بيه حديد. في النهاية لو رجعنا السودان، أنا وفي ما بقت حبوبة عجوزة وأنا بقت عجوز، في النهاية القروش ده كله طلع ورثة. سجام حبوبة ده الكتلة صغت، لا في مستفيد لا أنا مستفيد، القروش برجع للأولاد. بدل نختلف طلقني وطلقته وشلتني وشلته وراجلي قال كبيت بطاطس، لا بيشرب بتاع البطاطس كده كبوه في ساكو بيل يا ناس، وتختبوا شوية. طيب فرصة هنا، موضوع والله ما مستحق، قسما بالله ما مستحق. مرحبتين يا أستاذ أحمد، حبابك الله. والله شكرا لك يا اخ، ده حاجه مهمه شديد جدا جدا. انا دار اشارك بثلاثه نقاط اساسيه على البواجينا في يو اس اي بالتحديد. اولا المساله الاساسي، انت عندك مره في امريكا لازم انت المره دي شيله معاك، الشغل اللي انت عملته ابلاي لازم تشيل المره انت وهو، تمشوا محل الشغل تشتغل، لو عندكم عيال الصغار تعمل لهم دكه هناك. ده حاجه من الاساس انت بتعمله. المرة ما تخلوه في البيت، انت ماشي تشتغل تقول مرة ده مرة بيت، لا ما تخلوه في البيت نهاية. انت ماشي السوق شيل مرتك امشي، ماشي الشغل، شغلكم ذاته في محل واحد وشركة واحد، ده حاجة واحد. ده النقطة الاساسي بيجيب لنا فشل هنا. المرة تكون قاعدة في البيت والراجل بيكون شغالة، والراجل ده بيشتغل مرات الاثنين شغل، بيشتغل اثنين شغل، والمرة دي قاعدة والثلاجة ملانة، لما ياكل يشبع ما عنده حاجة تانية، تليفون لاخوانه ولا اهله، ومارك طوال يدور عربيته، كمان عنده عربية أقرب محل ماشي، أنت مارك بجاي هو ماشي مرتب بجاي، كلامكم تاني هنا ما بيلم خلاص. لأنه لو أنت خليته ما في زول بقى جنبه، لكن أنت مكفل تدفع البلاد وتدفع وتدفع وتدفع، يلا جماعة طيبين دول هم قاعدين حارسين الجاهز. يلا النقطة دي نقطة مهم شديد جدا جدا، ده حاجة واحد لازم ناس هنا يعرفوا. وحاجة تاني، المرة ده هنا في امريكا ما تقول لي عندي اخوي،
كويس، ما تقول لي عندي عمي، ما تقول لي عندي صديق، كويس، كله ده ما مهم. انت اسكن في محل بعيد جدا جدا، يعني من مسافه السودانيين مسافه بتاع 10 مسافه بتاع 100 مايل 200 مايل، يلا كم جايين زياره عندكم زول محتاج، دوروا عربيتكم تجوا تزوروا زيارتكم لناس الفلان ديل، ولا انتم ماشيين للزياره المحل الدارين تجوا ذات الناس يكونوا ناس كبار ومحترمين، عجايز كبار محترمين، ما شباب زيي وزي اي واحد عشان تمشي لهم لا زياره بتاع فلفسه. دارين فلفسه امشوا شيل المره بعياله، امشوا دول البحر وامشي اشتري لك عربيه لف بيهم دنيا دي كده مرتبه وكده. انت ما تدي فرصه للمره في البيت، يعني كونت ان المره عندي وجه ما عندي علم ما داير اشتغل، شيلها بالراحه والديو في افريقيا خليها اخذ راحتها. طيب معلش ده المقاطعه، معلش ده المقاطعه بس. انت ذكرت نقطه، انا والله داير اقول لك حاجه، لازم يكون في ثقه بينك وبين زوجتك، ده نمبر 1. انا اللي قدامك حسي جيت من باريس سكنت في قريه، ودير ارجع باريس طبعا، اكيد هرجع طبعا، وما عندي مشكله يعني. انا ما انت الثقه يا اسمك اهم حاجه، لا الثقه. انا دار اوريك، انا دار اوريك، لازم معلش بس المقاطعه، معلش المقاطعه، لازم يكون في ثقه. وهي ذاتها لو حبت انه تشتغل وعرفت البيزنس خلاص ما مشكله، هي تكون بيزنس وانت بيزنس، انتوا الاثنين اتفقوا عملوا مشروع في السودان، كويس. انتوا ما قادر تتفق، مرتك شغاله معك او ما، لازم يكون في ثقه، لازم يا يكون أحمد. في بيناتكم امانه. لا معلش كويس، تفضل تفضل، ما مشكله بتاع شغل، ما مشكله بتاع شغل ولا مشكله بتاع الرساله. البواجينا هنا في امريكا الحاجه، البواجينا انا بنتكلم، انا هنا قاعدين نشوفوا الاسره دي قاعد يواجههم شنو، رغم ان احنا عذابه هنا في امريكا قاعدين نشوفوا الاسر بواجههم شنو. الاسر بواجههم انه الناس دي بيجوا بيسكنوا كتله 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 في مناطق معينه واحده، يلا فيهم انكلودنج. اول حاجه امريكان ما داير مره بتاك، بالتحديد امريكي ما داير مره بتاك نهائي، كويس. اجانب كله ما داري مره بدك، مره بدك داير زول سوداني بس، من نهيك من انه انت واثق فيه، انت واثق فيه اصلا.